حياكم الله وحياكم، حللتم اهلا ونزلتم على القلب سهلا، وفارق الاهل والاصحاب والاولاد والاحباب الى ما وصلنا اليه الان شهدانا الابطال. حضورنا لحفل التخرج طلاب كلية الإدارة والاقتصاد فرع المحاسبة، وبهذه المناسبة نبارك للشباب محافظة نينوى لهذا التخرج، وإن شاء الله بالتوفيق وبمستقبل زاهر في دورة قادمة جديدة. موعد خروج تخرجهم مع بداية برلمان جديد وحكومة جديدة، إن شاء الله نحصل على حقوقهم وكثير من الأمور الخاصة بالشباب العراقي. طبعا اليوم حضرنا احتفالية خريجي كلية الإدارة والاقتصاد المسائي قسم المحاسبة. هذا اليوم هو يوم فرح لأهالي الموصل وأهالي الخريجين اللي تخرجوا من الحياة العلمية إلى الحياة العملية. نحن فرحين بفرحهم. هذا اليوم هو يوم سعيد على جميع خريجي جامعة الموصل. اليوم نحتفل بدفعة جديدة من خريجي كلية الإدارة والاقتصاد قسم المحاسبة، محاسبون لغد أفضل. وبهذه المناسبة نرحب بالضيوف الكرام، وهي فرحة طبعا للطلاب انه تخرجوا بعد عناء من 4 سنوات، وصارت اكثر من 4 سنوات نتيجة الظروف اللي مرت فيها محافظة نينوى. ونهنئ الطلاب ونرحب بالضيوف الكرام ونرحب بالموصلية، وان شاء الله يعني من خير الى خير، وان شاء الله الخريجين يعني يجدون فرصة للتعيين وللمستقبل، ونتمنى لهم الخير ان شاء الله. طبعا نرحب بالضيوف الكرام اللي زارونا اليوم وشرفونا بحفل التخرج، الاستاذ نائب المحافظ حسن العلاف والنائب استاذ محاسن الحمدون. كان شرف كبير لنا بزيارتهم حفلة التخرج هذه، واتمنى الموفقيه لكافه اصدقائي اللي رافقونا على طول هالسنين هذه دراسه وتعب، واتمنى الموفقيه كلها يا رب. واشكر قناه الموصليه حضور حفلنا الكريم هذا.